وحده ديال العيب منها، لا في حقي ولا في العائله ولا في اي شخص. ما عمرها قالت شي كلمه ديال العيب في اي شخص. وعاد كيجلس يتفكر هذيك الايام الزوينه اللي دوز معاها هذيك المراه، تنقولوا الجميله الانيقه المتواضعه مبتسمه تضامنيه، لما خلينا حتى بلاد فين سافرنا فين مشينا، وخا كنت مشغول كنا كنديرو شي حوايج. داكشي علاش تنقول دائما هكا تحس بلي بواحد الانسان كيما بغى يكون نوع حتى كيفارقك حتى كيمشي وكتبقى بوحدك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا في الفيديو الجديد اللي غادي نتكلموا فيه على المحنن النفسي رشيد المناصفي، اللي كما سمعتوا في الاول ديال لا فيديو التصريح ديالو والشهادة ديالو على الزوجة ديالو اللي ماتت بمرض سرطان، قال بان هي اللي كانت منمر النجاح ديالي بصبرها وانسانيتها. فالحزن والألم مازال تخيم على الخبير المغربي في قضايا الإجرام والتحليل النفسي من بعد الوفاة الزوجة ديالو نهار العيد الكبير. فرشيد غادر المغرب واختار أنه يستقر في السويد، نشر صورة كتجمع العديد من اللحظات السعيدة مع زوجته واكتب عليها: حتى لا أنسى وحتى لا ننسى من كان وراء كل ما أنجزت بصبرها بتفهمها، وكانت وستبقى دائما بجانبي رغم رحيلها، إنسانة نادرة رحمك الله يا زوجتي. وكانت زوجة الخبير قد توفيت في 31 يوليو الموافق لعيد الأضحى بعد معاناة مع السرطان، حيث تعلق يوم العيد كتب: عيدكم جنازتي هذا الصباح. وبعد عامين من مكافحة السرطان فقدت أفضل امرأة في العالم، ليس بسبب جمالها ولكن بسبب تصرفاتها المذهلة والإنسانية مع العالم، سواء الإنسان أو الحيوان أو الطبيعة. زوجتي صديقتي أختي وأمي التي كانت دائما في الظل، وبدونها لن أكون هنا. نرجو أن يأخذك الرب الصالح إلى الجنة، إلى الأبد ستبقي معنا ولن يحل أحد مكانك. جدير بالذكر أن رشيد عنده 50 سنة، هو ولد قنيطرة، الأب ديالو رباطي والأم ديالو سلاوية. هو كاتب وخبير دولي في علم الإجرام ومحلل نفسي وباحث في موضوع التطرف الأصولي ومحقق معترف بخبراته اللي كتبناها حكومات وشركات في مجموعة من دول العالم. تابع الدراسة ديالو بشعبات القانون بجامعة محمد الخامس بالرباط، ومنين وصل 23 سنة قرر أنه يسافر حول العالم. بدأ بجزر الباليار بإسبانيا، وحيث كان من عائلة ميسورة تمكن من زيارة عدد كبيرة من الدول. استقر في السويد واختص في مجال الإجرام على خطى الوالد ديالو اللي كان رجل شرطة. كمل الدراسة ديالو في المهجر وتعلم مجموعة من اللغات بحال الفرنسية الإنجليزية الدنماركية والسويدية النرويجية والروسية وعدة لغات أخرى، ونجح في الدراسة ديالو بشكل كبير لدرجة أنه اشتغل في البرلمان السويدي وفي مديرية الأمن وحتى في المحكمة الابتدائية، بالإضافة لمنصب بالوزارة المكلفة بالهجرة. فمن بعد ما شفنا شنو كتب أو شنو قال على الزوجة ديالو من بعد ما وافتها المنية بكل إخلاص وبكل تألم، فهو يعني ما قادرش أنه ينساها وكيبكي عليها بحرقة. أعطيتكم واحد الملخص أو موجز على الحياة ديالو بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش أو ما عارفين عليه حتى شي حاجة. كانت يعني واحد المعلومات عليه بعجالة. كنتمنى مشاهدينا الكرام أن الفيديو يعجبكم، والله يرحمها ويسع عليها
والله يرحم جميع موتى المسلمين. وشكرا لكم بزاف على المشاهدة، وما تنساوش انكم ديروا لايك الفيديو. والناس اللي اول مرة كيدخلوا عندي القناة ما تبخلوش عليا بالضغط على الزر الاحمر اللي هو زر الاشتراك. وشكرا لكم وبسلام عليكم.